ينضم إلينا الآن الناطق العالمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني. سيد المومني، حياك الله في قناة المملكة. بداية نبدأ مع عدد الطعون التي قدمت في قوائم المرشحين حتى هذه اللحظة. يعني الآن الطعون تقدم إلى المحاكم، وبالتالي ليست لدينا إحصائية حول هذه حول العدد. يعني أمام الناخبين 3 أيام للطعن بقرارات مجلس المفوضين، وعندئذ سيكون بإمكاننا إحصاء عدد الطعون. أما الآن فالطعون تقدم إلى المحاكم مباشرة، ولا علاقة للهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الأمر إلى أن تنتهي المحاكم إلى قرارات وتفصل في هذه الطعون، وبعد ذلك تتسلم الهيئة المستقلة للانتخاب الطعون وتعكسها في جدول المترشحين ليصبح نهائيا. ومتى ستصبح قوائم المرشحين نهائية؟ يعني عندما تفضلت حضرتك أستاذ المومني بأنه قلت بعد 3 أيام سيتم استقبالها من المحاكم، فللتوضيح أكثر لو سمحت. يعني الآن أمام من يرغب بالطعن من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية 3 أيام للطعن بقرارات مجلس المفوضين، وبعد ذلك سيكون أمام المحاكم 3 أيام للنظر في هذه الطعون واتخاذ القرار القضائي المناسب، وبعد ذلك تصبح الجداول أو أمام الهيئة سيكون هناك فترة لعكس هذه القرارات في الجدول، وبعد ذلك يصبح الجدول قطعيا. نحن نتحدث عن تقريبا أسبوع من الآن وتكون جداول المترشحين قطعية، نجري الانتخابات إن شاء الله على أساسها. طيب، عندما نتحدث عن ناخبين في مواقع الحظر الشامل أو ربما في العزل، كيف يتمكنون من تقديم طعونهم الانتخابية؟ يعني الناخب يستطيع أن يتقدم أولا بالطعن لدى أي محكمة يتبع لها في الدائرة الانتخابية، إما على حد علمي ليس الآن هناك أي مناطق معزولة أو عليها حظر شامل في كافة أنحاء المملكة. إذن أستاذ جهاد المومني الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.